اهلا فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك يا رب. كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. المهم لما عاد خانم، انا جاي اقول لك انه تطمني وتريحي بالك وتعتبري انه سند البيع صار عن جوزي بالدرج. يي والله ما رح انسى لك هالمعروف مع حيات. يو بدنا خدمه تحرس. تقبري قلبي، لكن رح جيب لك الذهبيات. ام سلوان اعطيني صندوق الذهبيات. ايه مو بيناتنا لما عاد خانم؟ لا 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 لا، انا بحب اعطي الواحد حقه ومستحقه، وما انك كنتي صادقه معي فرح اعطيكي حقك ومستحقك فوق حبة مسك. ايه يلي بتشوفيها خانم. تفضلي يا ستي. يسلم ايديك. هاي وحدة وهي تنتين ثلاثة أربعة. ما شاء الله يا مراد أغا، ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. الله يسلمك، الله يسلمك يا سعد بيك. أهلا وسهلا. المهلي الله يزيدك من نعيمه. الله يخليكم. يغسل عين، يغسل عين ما شاء الله. تفضل ما شاء الله. الله يزيد فضلك. اهلين وسهلين. بالمهلي بالمهلي يا مراد اغا. ما شاء الله يا مراد اغا، ما شاء الله. شو هالمكانه هي؟ مساحات كبيره واشجار مثمره من كل الانواع. يا الله يزيد ويبارك. كله من خير الله، ما حدا اخذ معه شيء لك اخي. ما اختلفنا يا مراد اغا، واما بنعمه ربك فحدث. لا اله الا الله. مراد اغا يا ممدوح فندي بيستاهل كثير، وغير هاي الملكانه عنده مالكانات كتير. الله يبارك، الله يطعمنا مثل مطعمه. عند جنابك مالكانة ثانية؟ مالكانة عم نقلك مالكانات ما شاء الله. ايوه، هذا عدا المعامل ببيروت وبالشام وبحلب والبيوت واربع خمس محلات بسوق الحميدية وسوق النسوان وسوق المدينة. الله يبارك ويزيد. كمان كله من خير الله، ما حدا اخذ معه شيء. الله يزيد ويبارك يا اغا. والآيل ان شاء الله. يا مدحت يرضى عليك، قل لهم الفلاحين يحملوا التفاح والخضار والفواكه وديك الحبش ويحطوهم بالسيارة مشان ممدوح افندي ياخذهم معه. تأمر يا رب. يا ابو العز شو صار بالشوي؟ رح يجهز يا اغا. عجلنا شوي يرضى عليك، ضيوفنا جاعوا كثير. يا ابو العز حبيبنا الله يرضى عليك، شوية بصل مع الدهنة مشان تطلع اللحمة مساسقة. بأمرك يا بيك، بأمرك. وانت يا صبية ايه اغا كتري لنا الحد والخل بالسلطه مشان نكهتها. ممدوح افندي تفضل. شو هذا يا اغا؟ من خير الله وخيرك، ما في شيء من واجبك. بس يا اغا وحد الله وضبهم بجيبتك، واجبك انت اكبر من هيك. شو بدي اقول لك يا مراد اغا؟ تفضل. الفلاحه هي من ضمن اتفاقنا ولا؟ يلي قدم لك المالكانة باللي فيها رح يبخل عليك بشقفة فلاحة. الله عليك. يا ربي دخيل، يا ربي دخيل اسمك. لك أنا ما صدقت رجع الصبي. يا ربي أهلي. يا جبت لك سطر قشطوطة على كتك نافي مشان جيت ابنك محمد. يسلموا ايديك، بس محمد لهلأ ما رجع. شو بدنا نسى الدنيا نهار هلأ بيرجع؟ يا ربي، بس ما بعرف ليش ناقزني قلبي. لا ينازك قلبك، لا ينازك، هلأ ما بتلاقي غير دق الباب وفات. الله يسمع من تبك. هلأ فوتي لحق يساوي لنا الكنافي قبل ما يجي بلا أي حلوة مننا. إن شاء الله بقبرك أنت وابنك عن قريب. شو هالعلقة اللي علينا؟ لك شو جابوا بالوقت هاد؟ شو جابوا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محسوبك حنا جاركم هون بالحارة. شو؟
جارنا هون بالحارة؟ اي نعم. هلأ صار لي كل هالعمر عم بروح وبيجي وبيجي وبروح وما صادفتها؟ الحق معك، على هو طبيعة شغلي. ليش شو بتشتغل حضرتها؟ أنا عندي محل نحاسيات بباب شريف. أيوة، تشرفنا. بحسن شوف سيد حسان إذا سمح. إيه أكيد، بس بخصوص شو؟ بخصوص الحادث اللي تعرض له. ما فهمت. معناتها بتشرفوا بتشربوا قهوة عندي أو بنشربها عنكم، ما في مشكلة. لا سيدي، تشربوها عنا. خذوا لنا طريق. تفضل. يلا يلا، خذوا طريق. شرفوا سيدي. ما شاء الله يا أغا، ما شاء الله. إيشوها؟ ما شاء الله. شكراً. تفضلوا. صحة وعوافي. عدم مؤاخذة بسؤالي يا أغا. تفضل. هالبنت هي من فلاحينا؟ إيه نعم، من فلاحيني. إيه والله يا أغا، حرام تكون فلاحة هي. الله عليك يا أفندي. كله شغل ربك، ولله في خلقه شؤون. لا إله إلا الله. حاصله يا ممدوح أفندي. تفضل يا أغا. استبينا على موضوعنا؟ حط إيديك ورجليك بمي باردة يا أغا، وانتكل على الله وعلي. يرضى عليك، ما بدي الموضوع يمطمط، أنا متكل على الله وعليك. ها يعني شي يومين ثلاثة يا أغا، لبين ما تتخمر براسي. عظيم، استبينا. يلا يا جماعة تفضلوا، مدوا إيدكم. يلا بسم الله. يلا بسم الله. تفضل. طلعوا اثنين طوان بيموتوا على ريحة النسوان. ايه بس كمان يعني البنت حلوة وظريفة وتتاكل اكل. يا سيد حنا، يعني انت ما خطر لك تتحقق من وجوهه؟ والله ساعتها ما قدرت اتحقق، قلت لحالي مو معقول يعملوا هالعمل الجبن، وهنين ثلاث خيالة ومرئي مرئ الطريق. بس برأيك مو غريبة يمرقوا ثلاث خيالة ملتمين على خيولهم من الحارة وما حدا يسألهم شو غرضهم؟ من الفوضى اللي صايرة بهالبلد ما عاد حدا استرجى يسأل حدا يا سيد حسان، وفهمك كفاية. مزبوط، معك حق. وأنا ساعتها بعد ما شفت الخيال اللي طالعين رحت على البيت وغيرت أوعيي، وطلعت أنا ومرتي كنا معزومين على العشاء ببيت حماي. إيه لليوم اللي عرفت إنه جنابك تصاوبت، فلذلك قلت لأجي بخبرك، عسى هالشي بوصلك لخيط. ممكن، يعني بعد ما عرفت إنه اللي اعتدوا علي هن ثلاث خيالي وارد وصل لشي. يا ريت، وأنا كتير تشرفت بمعرفتك. بالحقيقة أنا اللي تشرفت بمعرفتك. يلا بالإذن. وين رايح حنا؟ بدنا نشربك شي؟ نشربها إن شاء الله بأيامك بالسلامة. بالإذن. إذنك معك. أهلا وسهلا. يلا حبيبتي بدرية، يلا مدي إيديك، بس منه سخنة مدي إيديك. لك يحرم علي حط لقمة بتمي قبل ما أشوف ابني فايت علي. عدلي عدلي، أنا كتير خايفة، خايفة الصبي يروح وما عاد يرجع. بده يرجع شيء؟ وين بده يروح؟ هذا بيته ومطرحه. بس أنت اضحكي اضحكي وشقرقي يا ست الكل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي دخيل اسمك، لان كان محمد هون برتاح ولان كان بالغربة برتاح. يا ربي ليش هيك عم تتعب لي قلبي؟ ليش؟ اهلا وسهلا عمي. تفضل. عمي ابطالي، انا بقول المشتبه فيه هو واحد من اللي كانوا محبوسين عند السيد حسان. معقول؟ شو رايك؟ والله ما بعرف يا عمي، يعني معقول حدا من الناس اللي كانوا موقوفين عندي يحاول يقتلني؟ انا بسالك. انا بقول اللي عم يتعرض لي هو نفسه اللي عم يتعرض لك. بس كل مره عم يحاول يغير شكله واسلوبه. يمكن. عود عمي تفضل. يا خالتي من بعد اذنك ساولنا قهوه. يا رب. أبو يحيى، وليش قليل هالأصل ما إجا معكم وحكى هالحكي بوشي وقدامكم؟ ليش؟ الظاهر خجلان. ها خجلان يجي معكم ويحكي هالحكي بوشي قدامكم ومو خجلان يرجع المستورة أختي؟ لا إمنا من هالحيثيات حيث إنه زلمة إلى الشر وكلفنا نقول لك يا نعم. بقى شو قلت؟ مسعد عم يستنى الرد على أحر من الجمر. وجمر اللي كوي كوي بلا مستحى. لك عود هون استاذ زلمة صهرك. لك شلون صهري يا جماعة الخير؟ شلون صهري يا أمة الله؟ لسه بيقول لي صهري؟ صهري بده يرجع المستورة أختي؟ لك؟ شنو واصله إنه أنت كمان بدك ترجع له أخته المستورة يا أبو الهول؟ إيه نعم، حيث إنه هيك واصله. أيوه، بقى شو قلت؟ كل مين برجع أختي الثاني يا دار ما دخلك شهر. أنت وقف جوهرة وخلصنا بقى يا أبو الهول. مظبوط. الأمر جلال ومو قليل يا إخوان. أيوه دكتور عمي، ما نقص ما دعته.
شنو لا ريحتونا قبل ما تتجوزوا ولا بعد ما تجوزتوا؟ عمي اعطوني مهله. معناتها استاذك متعزل المسؤول اخته يا غسان. اخي اعطوني مهله لفكر. وقديش المهله؟ اسبوع 10 ايام. كثير يا رجل. لك شو بنا عمي؟ عم نقول لكم الامر جلال. ايه؟ ماشي الحال عمي، خلص معك 10 ايام. بس من بعدها ما لك كلام بنوبة. لا بدك تسمحلي معلي هالمرة، رايح جيب لكم جاط كنافة بقشطة، جاط كامل. لا بالصف. صحة وهنا، صحة وهنا. أمانة بدنا يا فاضي. كنافة بقشطة. بتعرفوا منيح اللي مو معنا مسعى، كان انزرقوا وتلبكنا فيه دبكة يبكة ما بعدها لوكي. يا عمي أنا من زمان ببالي هالمقترح، بس نحن فضينا نحك راسنا. هلا بدنا نفسه بإذن الله، وبدنا نعمل له طني ورني، لأنه بعرف إنه وراها رح يصير مصيبة، بس من وراها المصيبة رح استلم راس الخيط. إن شاء الله يا عمي، إن شاء الله تستلم راس الخيط. إن شاء الله يا رب. لا ما من لما استلم لسعامي روحي على هلا ما هدي راسنا. لكن إذا بدي حك راسي بيطلعوا لي سنجا عرض بطرب الدنيا فوقي. طيب عمي انت ليش ما بتخبي رئيس المخفر الجديد بالقصة؟ لا 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 دخيلك، رئيس المخفر وجماعته خليهم لسلامة الحارة. عمي انا رح اقلع شوكي بايدي. عمي انا قصدي يعني مو معقول رئيس المخفر الجديد يساعدنا بشي. وانا مصر لك عمي خليه لسلامته وامن الحارة. هاللي عم بيقوم بهالعمايل هي اذكى والعن وادق رقبة من 100 دركة. يا سيدي إن شاء الله بيطلع معك شيء وصلنا للحقيقة يا عمي. يا ريت، وأنا بالأيام اللي جاية رح راقب كل صغيرة وكبيرة. الله يوفقك يا عمي، وأنا كمان من خلال حديثي اليوم مع جارنا حنا ورأيك ورأي أبو يحيى رح أخذ الموضوع بأكتر جدية، وبس يطيب جرحي رح راجع سجلات الناس اللي كانت موقوفة عندي. مساء الخير. يا أبي والله غليت منك من هنا. أهلين أهلين، كيف طالب؟ منيح الحمد لله. اجت اليوم الشيخه. هلا اجيني الحديث تبعك. ايه مثل ما بدك. في كلام بدي اقول لكم اياه بدكم تحطوه حلقه قدامكم. خير ان شاء الله. وغوشنا يا ابي. شوفي خير يا ابي، كانه في بتمك حكي. معك حق. بزمتي وديني شغلت بالنا يا ابي. ليش هدي راسنا من لما استلمت الزعامه لهلا يا صالحه؟ والله ما هدي. احكي الله يخليك، احكي وريح لي بالي. شوفي يا ام طالب، من هون لبعد اسبوع او 10 ايام على الاكثر بدكم تنتبهوا على حالكم منيح، وانا بفضل انه ما تطلعوا برات البيت. يو قصفت لي ركبي يا ابو طالب. يا ابي شوفي والله خوفتنا. انا رح افتح الباب. بلشان. يا ابي اسالي مين قبل ما تفتحي. من عيوني. حاضر. ابو طالب انا درست الشغل منيح وشاورت ناس، لذلك بهالكم يوم بدي غني موال يمكن يعملنا بلوي. يا لطيف كش برا وبعيد. وشو هالموال يا ابي؟ يا اخي ابو طالب، يا اخي ابو طالب الحقني. الحقني الله يخلي لك بناتك. تشوف لي محمد وين اراضيه من ساعه اللي وصل، طلع لهلا ما رجع وقلبي عليه مثل النار. مش رجع من السفر؟ استغفر الله. لا يا ابو صابر ما لحقت شوفه مثل العالم والناس، من فوتوا على البيت اتعالق ووعد لي جوزي وحمل ضرب طريقه وراح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك اجى لعندي بس ما قال لي متعالق هو وعد لي. الله يخليك يا ابو طالب، تشوف لي وين اراضي. انا خايفة يعمل بحاله شي كاينة. ماشي ماشي، ريحي هلا وكني. انا بعرف انه ابنك عائل. عم اقول لك يا اخي جن جنونه لما شاف عدلي بالبيت، لولا لطف الله كانوا شلخوا بعضهم. خلصنا يا ام صابر، اهدي اهدي، قلت لك اهدي. هذا الكلام اللي عم تحكيه بحق جوزك ما حلو. انا بذات نفسي رح روح ادور على محمد. ليه؟ الله يخليك يا اخي ابو طالب، تهديه وتفهمه انه الشيء اللي عملته كان بعلمك وعلم الجميع، والشيء اللي صار لانه عيب ولا حرام اني اتجوز واحد اصغر مني. خلص خلص، طمني بالك وشغلتك عندي. ايه بزمتي وبديني، بزمتي وبديني، لو بعرف بزعل محمد لحرب على حالي. شوفت الرجال اللي واريني التراب. طمني بالك وابريني، طمني بالك صابر ومسح دموعي هذا بدل ما تفرح برجعتي. ولك شلون بدي افرح ولك خالتي وهو من فوتو على البيت عشان نجنونه علي. بكره بيهدوا وبيركون. لا
لك يبعت له 100 حمل هذيك الساعة اللي قبلت فيها اتجوز وانضرب فيها على قلبي. لا حول ولا قوة الا بالله. روحي مامي، روحي اعملي لنا فنجان قهوة لخالتك، روحي. يا ترى شو السبب اللي بيخلي الجماعة يهاجروا بلادهم ويرحلوا لبلاد تانية؟ لازم يكون في سبب وجيه لسفرنا على الشاب لهي. لو ما كان في سر ما كان أبو الهيبة تكتم هالتكتم كله. أكيد في سر. قولتك يا رفيق الدرب بلتقى بالحبايب ولا برجع خايب الرجا ومكسور؟ معك حق حسين. اللي قولك ليش ابو الهيبة خبى علينا انه الجماعة بزحلة وبطلوع الروح لحكا؟ والله ما بعرف. والله قلبي ما انا مطمن لهالروحة كلها. قولك منلاقيهم؟ لازم نلاقيهم، لازم. عريف ماني مصدق يطلع الضوء. طول بالك عمر عباس، طول بالك. ان شاء الله منلاقيه ان شاء الله. عود ريح بدنك عود. يا الله السلام عليكم. عليك السلام. اهلين ممدوح. جاي. اهلين اهلين طاهر. مساء الخيرات. اهلين مساء النور. تفضل شرف. من بعد اذنك محمد عندك؟ ايه عندي. بمعيتك قل له اني واقف على الباب. طب هيك على الباب. تفضل شرف. صدقني ما بحسين بلغوا اني هون. طيب يلا عن اذنك تكي بس. اذنك معك. سلام هني. الله الله يا عصمت على هالمال كاني بتجنن. تاخد العقل بتهبل. ايه احكي لي احكي لي وفرح لي قلبي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا عصمت. احكي لك عن الشجر ولا عن الزرع ولا عن الخضرة ولا عن المية؟ شي مثل السحر ولا الفلاحين؟ ايه عصمت الفلاحين. الله شو حلوين وصراف وطيبين كتير كتير طيبين يا عصمت قد ما تتصوري. معقول حلوة لهالدرجة؟ مالي عم صدق. والله شوقتني شوفها وملي نظري منها. طمني فترة قريبة كتير بتصير ملكنا. شوف لقلك لازم تلاقي دوبارة نستلمها قبل 3 شهور. ما راح أقصر أبدا لحتى تصير هالمال كان ملكنا. لازم تعمل جهدك يا أسعد. مين اللي جاينا بهالوقت؟ إن شاء الله خير. خير إن شاء الله. يا حبيبي يا أهلا وسهلا يا أمي. طورني. اشتقت لك. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. لك نورت الشام ونور البيت يا روحي. شرفت يا ابني. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الحمد لله على السلامة. الله يخليني إياك يا حق. مو حلوة الدنيا بلاك يا عمري. اشتقنا لك. وأنا كمان يا أبي. أهلا وسهلا يا ابني. شرفت. ليك العاطلة كل هالمحبة اللي باحتلي فيها من شان ابنها رح تتخلى عني. لك أبرني ياكي انت وابنك. شو جابوا هاد هلا؟ شو جابوا؟
يا سواد وشي من عمي الآغا. لك يا سواد وشي إذا حلقوا لي الجماعة. لا لا ما رح أسمح لهم يحلقوا لي بنوب وعلى دمي، ولازم ألعب عليها وعلى ابنها. رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. لا لك محمد بتخجلني على موتي يا عمي أبطالي من خجلك، وفضلك علي ما بنسانا يواريني التراب. بس من بعد إذنك عذرني من رجع البيت. يا ابن الحلال اسمعني، إذا بتريد لا تحاول بهذا الموضوع. لا يمكن أقعد بين أمي وجوزها تحت أي ظرف من ظروف. لك ما حكينا هيك، نحن نقول عمي إذا بدك ياني كذب عليك، وحاشا وكلا أني كذب عليك، بقول لك أني رح أرجع البيت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طاهر سيفو. أيوة علي. أيوة عمي طاهر جاهز الحنطور. حاضر عمي. سيفو تعال لنا. مر علي ما بتترك الخان بنوب وصي عن مالكان ابن رجع مشي. الله معك علي. يلا سهلي. شرف عمي. شرف. هدول رح أعطيك إياهم مقابل الشغلة اللي رح تشتغليها. كتر خيركم. بس شو هي الشغلة يا ستي؟ خدي هي السكينة. ليش سكينة يا ستي؟ خدي هي السكينة وخليها معك عملي. خدي اسمعي، بتنفسي كل شي عم قلك اياه بحذافيره. لو عرفاني من اول انه رح اوصل لهون ما كنت اخطيت خطوة واحدة لبيت الآغا. بس يلا الاثنين أمر من بعض، ولو ما نفذت طلبات لمعاد خانم أكيد كنت رح موت، وإن نفذت مطالبها كمان علي أمر من الموت. شوارب وسود بلون الليل بيوقف عليهم طير جارح وما بيتمرجح، ولما اطلع فيني وسألني من أي بلاد أنتي حسيت كأنها رجعت لي الطفولة وصرت بنت 7 سنين، وما بقى بالأرض بغض وكره وانتهى كل الشر من البشر. ولما راح هجم الليل وناحت دياب البراري والحزن ملا لدروب. لك إمتى راح يشق الضوء يا أمت الله؟ إمتى راح يشق الضوء؟ يا طاهر. طب يلا عمي. ابو طالب انا. اهلا وسهلا. شرفت عمي. وينه ابو مرعي؟ هو بالدار. روح ريح انت. شايف عمي محمد؟ هي الملكانة عود فيها يوم يومين ثلاثة 10 لازم منه. عيش عمي. بعد كم يوم لنا حديث ثاني. الله يرحم بيك وخيك. الله يشترحك. وإذا ما ارتحت خبرني. دبرك البيت عنا بالحارة. لا عمي. أنا بالحارة ما عندي قعدة بمرة. على بركة الله. فيا أبو مرعي يلا. أمرك. شوف. عمي أبو مرعي. يا عمي أبو مرعي. عمي أبو طالب عاوزك برا. يلا يلا. شو يا أبو مرعي؟ عمي. يا بيت أهلين وسهلين. يا بيت أهلين وسهلين. شرفوا على سيد. شرفوا على سيد. شلونكم؟ هيأناك ها؟ الله يخلينا يا أبو مرعي. الله يخليك. عمي. معنا ضيف. معزته بمعزة طالب ابني. بين بي وعيوني والله. انا محمد. شرفت عمي محمد، اهلا وسهلا فيه. خلينا اياك. هلا رح يفوت معك زبطوله غرفه قاعد كم يوم.
ماشي على راسي على راسي. يلا بالاذن انا لازم امشي. عادي مره ثانيه. يلا تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. الله يعطيكم على السلامه. شرف. يلا 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 مريم جنب عبد احمد شرف عمي. يا بيت اهلين وسهلين. طمني وصلت البضاعة؟ كله تمام يا أخا. تجاوزتوا الحدود بهدوء؟ كله تمام، تجاوزنا الحدود وكان في دوريات كتير بس قدرنا ننفذ منها. ما اصطدمتوا معهم؟ لا يا أخا، عظيم كتير ري عليك. والبضاعة صرت كلها بالمستودعات. مين استلمها منكم؟ أخوك مدحت. لك بري عليك، تسلم لي شواربك شو قدع. تربيتك يا أخا. خود هاي تعبتك، وخذ هدول كمان، هدول اكراميه مني الك. الله يخليك يا رب. خليك جدع. ها الله يخليك. تيسر لشوف. الله يطول بعمرك. سلام. مع السلامه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لك يا مصابر شو بنا نالك؟ اطمني وحطي اجريكي وايديكي بمي بارده. محمد عندي بالملكانة، كل شي في عندي شغيلة هنيك بخدمته. شو بدك احسن من هيك؟ وهيك بيهون عليه بعد الشقة والتعتير وهالنطرة كلها يقعد هو بمحل وانا بمحل. لكن موقتي يا ام صابر، موقتي بس. وايمتى ما حبيتي تشوفيه؟ اختفي حالك على الحنطور، روحي شوفيه ورجعي. عمي ابو طالب فوت لجوا محله. بعدين عمي بعدين، تأخر الوقت. بدك شي؟ سلامتك سلامتك عمي عدلي. بتحط ام صابر بعيونك. ها بعيوني. انت بتمون عمي ابو طالب. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهل الله معك. يا كريم يا رب. مقبول انا يسلمي. خلص يمرق جوزك بحاسبني. مع السلامة. أسود وقلبه أبيض البيت انجان. أسود وقلبه أبيض البيت انجان. بلوري يا جزر، خد البنات يا تفاح، خد البنات يا تفاح. جزر كعك، جزر كعك. يعود عليك عمي. يا كريم يا رب. جزر كعك، جزر كعك. إيش كعك إيش يا حبا؟ جزر كعك. تازا تازا تازا. مرحبا. أهلا وسهلا يا بنتي، كيفك شيختنا؟ الحمد لله. تفضلي تفضلي. شكرا. تازا تازا تازا. مو على أساس تجي أم صابر تأخذني لبيت الست أم طالب مشان نعمل سكبة رصاص تانية للبنت؟ إيه مزبوط، بس أم صابر مو فاضي وبعتوني أنا أخذك. ايوة تفضلي لحتى ضيفك وبعدين منطلع سوا. ان شاء الله ما عندك حدا. لا ما عندي حدا. تفضلي. شو صار بالفطور يا أم مرعي؟ صباح الخير عمي. الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك. أهلين عمي محمد. يا صباح الخيرات والليرات يا عمي، أهلا وسهلا فيك. طمني عمي محمد، إن شاء الله ارتحت بها النوبة بها الجو الحلو. خيرات الله. معناها خليك عنا مشان نتبارك فيك. ومين قال لك رح نخليه يروح من عنا؟ يا ريت. يلا بسم الله. ما سألناك عمي، شو بتقول له للزعيم أبو طالب؟ الحقيقة الزعيم أبو طالب مسابة أبي الله يرحمه. رحمة الله عليه. يعني شنو هالقرابة بيناتكم؟ نحن جيران الباب على الباب من زمان عمي. يعني جنابك من الأنوات؟ ابن مين برزارة؟ أنا ابن الشهيد أبو صابر عمي. يعني أم صابر أمك؟ إيه نعم. وما تحكي لك عمي؟ ليش أنتوا بتعرفوه ولا ست الوالدة عمي؟
لكن ما بنعرفها. ايه ما بنعرف غيرها. ايه من كم يوم كانت هي وعيلة ابو طالب عاملين هون سيران بالمالكاني. شو هالحكي؟ ايه نعم. لكن ليش ما بنشوفها؟ الحقيقة عمي انا كنت عم ادرس بمصر وما صلي زمان راجع. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك عمي. طالما رجعت من مصر ليش ما بقيت حوالين امك؟ مدوا مدوا ايديكم. بسم الله. لازم بدي الأوعية وأخلص منه بلا ما يصير شركتي. شريف أفندي. يا دكتور شريف. يلا ماما انزل القهوة صارت جاهزة. عصمة تركي الولد خليه نايم تركيه مرتاح لطلوع الضوء وانت بسهرتي. لطلوع الضوء لطلوع الفجر ما دخلني. بدي اشوفه واتملى منه بعد هالغيبة. ولا بدك يانا نشرب القهوة بدونه وهو بيناتنا؟ ساوي اللي بدك يا. أهلين بابا. أهلين يا روحي. يسعد صباحك. صباحك. يلا يا رمزية هاتي القهوة. نمت منيح؟ الحمد لله نمت منيح. الحمد لله. إن شاء الله ما بحترم منك يا روحي. خليكي هون خليكي هون. تفضل بابا. استنوا بابا. هاتي يا بنتي. روحي يعطيك العافية. إن شاء الله نمت منيح ماما. الحمد لله. تقبر قلبي والله اشتقت لك. هي بابا قال لي وين حابب نفتح لك العيادة؟ هلا قيمنا من العيادات والشغل وخلينا نتملى منه تقبر قلبي. وبعدين كل شيء مقدور عليه. عصمت ما بيصير. لازم نفتح له عيادة بسرعة حتى كل الناس تشوف الخلفة الصالحة يلي عنا. ايه لا لسه بكير على هالشي. هلأ طول بالك لك تقبر قلبي. ايه هلأ لا تختلفوا مشاني. وشو بدكون انا جاهز بس بدون مشاكل. ها ايه صدقني صدقني فرحتي مالي عطيتها لحدا بنوب. وانت جاي وحامل شهادة قد الدنيا. تقبري قلبي يا امي. يا عمري شو حليان بعد هالغيبة. لك عيونك الحلوين يا أمي. لك يا عمري يا روحي أنا أنت وحكياتك شو حلوين. إيه حكيم شو بتحكي لنا عن الأستانة؟ الأستانة كتير حلوة. يعني أحلى من الشام؟ لك ما في أحلى من الشام بكل الدنيا. لك ريتو يسلم لي اللي بيحب الشام وبيتغزل فيها. مين أول واحد شام باب مفتوح؟ سيدي أنا بسطتي ليك هون. أنا اللي شفته. ماشي بتخليكم جنب الباب ما بتخلوا حدا يفوت. إيه حاضر سيدي. تفضل معي. أنا لا شو قليل يا حبيبي. شرف لك. حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. خير لك أختي. ليش العالم ملمومة هيك؟ مو لقوا الشيخة خديجة مذبوحة جوات بيتها من الوريد للوريد. قولي على أنتي. مفاجأة يا أختي. بس بدي أشوفها. ممنوع يا أختي ممنوع. قولي على هالمنزة. قولي على عاطي. ما عرفوا مين اللي ذبحها. الشرطة عم تحقق مثل ما لك شايفة. الله لا يوفى مين لابن الحرام. قولي على عاطي. قولي على عاطي. خالتي ديروا بالكم بروحة والجاية ليقوم يستقصدوكم مرة تانية. لا تخافي يا خالتي بإذن الله ما بصير شيء. مو بعيد يا سيدي. يعني أنا بالأساس ما بدي اياك تطلع من البيت هالكم يوم. أبو يحيى بتحبني ظل قاعد بالبيت مثل حريم يعني؟ أنا عم قول بس بهالكم يوم يا سيدي لبين ما ينعرفوا مين هني وبعدين بتتحرك بأمان. تعرف شغلي أبو يحيى؟ أنا صار لازم أحمل سلاحي معي. عم تحكي درر. صار لازم تحمل سلاحها. يلا خلينا نروح. يلا يلا تعينا خالتي. الله معكم. خاطرك. مع السلامة. والله مال الشام يامو. شو صار بالتومات؟ ليك هو يامو خلي صار هي تفصصهم. انا بدي اسال زريعة. لا حبيبتي انا مو جاي عبالي فصص. ليش مو جاي عبالك بقى؟ انا من الصبح عم اشتغل. انا عم اشتغليهم كمان. خلص يامو صالحة فصصي انت التومان تطير عليكي. كأنه تعودت ام صابر. على حسب ما فهمت انه الشيخة خديجة عليها عجقة كتير والناس راحة جاية لعندها طفات طفات. لك إن شاء الله بيكون شفا مريم على إيد الله وإيدها يا حق. الله يسمع منك تقبريني. الله يسمع منك. رح أفتح أنا الباب. يلا روحي يا مروة. هي أكيد خالتي أم صابر وجاية كمان على الشيخة خديجة. لك هل تقبريني خلينا يلا نشهيك. يلا شهيك. نعلق الطبخة على النار نطعميها الشيخة قبل ما تروح. قولي على أنتي. قولي على أنتي. قولي على أنتي. قولي على أنتي. ولك شو في يا مصابه؟ ولك احكي قصفتي ركبنا شو في؟ ولك شو بدي احكي؟ لا احكي. قولي على أنتي.
عمتي عليك يا شيخة خديجة، لك ولي على عمتي عليك. ولك شبهة شيخة خديجة؟ شبهة؟ عم تسأليني شبهة؟ ولي على عمتي عليها، لقوة مدبوحة من الوريد للوريد ودم حميمة. ولي على عمتي. ولي على عمتي مدبوحة؟ لولا قوة إلا بالله. ولك شو صاير؟ ولك شو صاير بالحارة هالأيام؟ ولك شو قصة هالذبح؟ شو قصة ذبح الحريم اللي صايرة بالحارة؟ لك والله ما بعرف، والله ما بعرف. لك ولي على قامتي على الوقت اللي وصلنا له. لك ولي على قامتي، ولي على قامتي على الشوفة اللي شفتها. يا ربي دخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي على قامتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي على قامتي. لك شو هاد؟ يعني يا حرام يا شيخة خديجة، يا حرام. ولي على قلبي عليا. يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوتي ونوحي تهون علي الصار، فوح يا ريحة سلم أحباب القلب.